ما من وجهة نظركم الاتحاد الافريقي يعمل التصفيات على مراحل او على فترات متباعده كده يا شناوي؟ يعني فكره لعب تبدا تصفيات في 24 بماتشين وتنسى كاس العالم ده خالص لغايه لما تروح في نص 24 تلعب ماتشين تانيين، وبعد كده اغلب الماتشات اللي هتكون حاسمه او نتيجتها مؤثره في اسماء المنتخبات اللي هتتاهل بالفعل تبقى في 25. انا الحقيقه انا بستغرب برضو من النظام ده، ان انت بتكتر عدد ماتشات كتير وبتضغط اللعيبه، خاصه ان اغلب او 90% من اللعيبه اللي بتلعب لمنتخبات افريقيا بتبقى لعيبه محترفه في اوروبا، فانت بتخنقهم وبتزود عدد ماتشات وبتحصل مشاكل كتير مع الانديه واللعيبه اللي بتيجي. ولكن كان في مثلا النظام بتاع اسيا فكره ان التصفيات الواحده بتودي لكاس العالم وبتودي برضه لكاس الامم الاسيويه، فهي دي الفكره، ان انت تخفف من على المنتخبات ماتشات كتير وما تزودش، لان احنا في افريقيا كمان الوضع عندنا اصعب بكتير، لان انت بتلعب في اجواء مختلفه وسفر، ونظام السفر طبعا مش افضل حاجه، فاللعيبه طبعا بتضغط. يمكن احنا لو نرجع كمان الماتش بتاع سيراليون، انت شوف الاجواء اللي انت كنت بتلعب فيها عامله ازاي، يعني شوف مثلا الملعب كان عامل ازاي، شوف الاجواء كانت عامله ازاي، حاله اللعيبه البدنيه، اكيد اللعيبه كانت تعبانه من السفر. مش طبيعي ولا منطقي ان منتخب مصر بيلعب قصاد سيراليون ومحمد الشناوي عامل 8 تصديات على الاقل، فيهم 3 اجوان على الاقل خالص من جوه الستة ياردة. ممكن يكون تفكير فيتوريا انه انتوا يعني انتوا اللي ليكوا الاكل ولا البحلقه، يعني فكره انه اللي مطلوب مني انا بعمله باقل طريقه. انا وانا بتفرج على ماتشات المنتخب عيني على منافسات امم افريقيا بصراحه، يعني بشوف انه المرحله دي والوقت ده بيقول انه دي الفرصه اللي انا احضر بيها منتخب مصر عشان اروح انافس على بطوله افريقيا. فهل ده الشكل اللي ممكن يكون فيتوريا بيحضر بيه المنتخب، ولا هو بيقول لك ده ملف وده ملف تاني خالص، مطلوب مني ان انا اكسب الماتشين، مش مطلوب مني اكتر من كده، ومحدش يسالني على حاجه تاني؟ ولو ده الشكل اللي احنا بنلعب عليه عشان كاس الامم الافريقيه يبقى انا اخاف عشان بكل امانه، لان منتخب مصر في مشاكل كتير تكتيكيه. يعني لو هنقدر نتكلم هنذكر مشاكل كتير. اول مشكله عندي هي المشكله الدفاعيه. المشكله الدفاعيه انا عندي مش طبيعيه في منتخب مصر. مش طبيعي ان منتخب سيراليون يروح على منتخب مصر باكتر من 15 هجمه في ماتش 91 دقيقه. ده مش طبيعي. على فكره سيراليون تصنيف ثالث بالنسبه للمنتخبات اللي انت رايح تقابلها في كاس الامم الافريقيه. مظبوط. انت هتلاعب منتخبات بقى تصنيف اول، الجزائر، كوتيفوار، الكاميرون، كل المنتخبات دي مش هتسمح. وجوده اللعيبه كمان اللي في المنتخبات دي لو راحت بكم الفرص ده على الاقل هتروح بثلاثه او اربع فرص. مزبوط. ومش كل مره محمد الشناوي هينقذك في الماتشات اللي زي دي. فانت لا، النظام الدفاعي بتاعك في مشكله. الحاجه الثانيه يا احمد، زي ما انت اتكلمت برضو في البدايه، هو معدل الاعمار رايح فين؟ انا مش طبيعي بجد. يعني انا كاس العالم 26، انا عندي لعيبه عندها 38 سنه. لا، هو كاس العالم 26 ده قصه ثانيه خالص. لا، ما هو برضو انا عايز اجهز يعني من دلوقتي، يعني من غير ما احسب بالورقه والقلم كده نادر، 50% من عناصر المنتخب محمد صلاح ممكن نفسه تكون في شك مش موجوده في كاس العالم. يعني ممكن اخد ساعتها صلاح على سبيل الخبره، يعني لعيب هيبقى يعني ايه 34 تقريبا او 33 سنه. محمد صلاح دلوقتي 32. 34 سنه على البطوله دي. 34 سنه. 34 سنه. هي المشكله بالنسبه لي فكره ان في الوقت ده انا شايف ان من وقت وصول ري فيتوريا كان الهدف الاساسي بالنسبه لي انا شخصيا، يعني لو هحدد له اولويه فالاولويه بالنسبه لي هي فكره الفوز ببطوله امم افريقيا. أيه. مش التاهل لكاس العالم، لان كلنا لو هنتكلم يعني وهنكشف كلنا ورانا لبعض، التاهل لكاس العالم امر مضمون تماما، لان انت لو ما تاهلتش من لكاس العالم بالنظام ده بالمجموعه دي يبقى انت ما خلاص بقى. هي قصة.